أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم المباشر زدني علما. ونحن وإياكم أيها الأحباب في حلقات هذا البرنامج من شهر في شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه ما قدمناه من الأعمال، وأن يختمنا ولكم في خواتيمه بخير وبركة وفضل وإحسان. ونحن وإياكم أيها الأحباب في برنامج زدني علما، والذي يطل عليكم بشكل يومي أو بشبه يومي في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لنستقبل فيه أسئلتكم واتصالاتكم وما يعرض عليكم وما تعرض لكم من مسائل الفقه والأحكام المتعلقة بالصيام وغيرها من جوانب الحياة الفقهية والاجتماعية وغيرها من الجوانب التي تهم المسلم، لكي تعرض على ضيوف هذا البرنامج وعلى شيوخ هذه الحلقات الذين يحضرون معنا تكرما وتفضلا منهم وإعطاؤنا قليلا من وقتهم لكي يجيبوا على أسئلتكم ومداخلاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك وفي أخريات حلقات هذا البرنامج في شهر رمضان، وقد قارب على النهاية وشارف على الانتهاء، وغالبا ما يذكر مع ختام أو في شهر رمضان وفي ختامه وفي نصفه الآخر ذكر الفطرة أو زكاة الفطرة التي يجب على المسلم إخراجها في السنة وفي شهر رمضان. في هذه الحلقة أيها الأحباب نسلط الضوء معكم ومع فضيلة الشيخ الحاضر معي عن زكاة الفطر التي هي طهر للصائمين وطعمة للمساكين. ما الحكمة من إيجاب أو من وجوب زكاة الفطر على المسلم في شهر رمضان؟ وأيضا بعضا من الأحكام التي تتعلق بالفطرة أو زكاة الفطر من القدر والوجوب، وبعض الأحكام الفقهية والمسائل التي تتعلق بها، وأيضا الأسئلة التي ترد إلى هذا البرنامج أضعها على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب، وهو مدير دائرة الفتوى والبحوث ومدرس الفقه والعلوم الشرعية بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، ومدير مركز تريم للبحوث والاستشارات الفقهية. باسمكم أعزائي المشاهدين ويرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عمر بن حسين، حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم مجددا. جمعنا الله وإياكم دائما على الخير إن شاء الله. آمين اللهم آمين. بارك لنا ولكم إن شاء الله. نعم. وإن كنا عندما ستتكلمون إن شاء الله في بداية هذه الحلقة عن زكاة الفطر، وغالبا عندما يدخل شهر رمضان يعني لا يفكر الكثير منا في زكاة الفطر، ولكن عندما تبدأ العشر الأواخر وتبدأ تنتهي تتقارب الأيام على النهاية يبدأ الكل يفكر في زكاة الفطر، وإن كانت هي واجب ولكن هي أيضا تذكرنا بختام هذا الشهر المبارك وأننا سنفارقه وسنودعه، فتجب علينا هذه الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا إن شاء الله هذا الشهر ويعيد علينا هذه المناسبات وهذه العبادات المباركة من زكوات ومن وجوبات وغيرها في خير ولطف العافية. ما الحكمة سيدي من زكاة الفطر وما بعض الأحكام التي تتعلق بها؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في خواتيم هذا الشهر وأن يرزقنا حسن التغانم والتدارك لما بقي من أيام هذا الشهر، وما بقي عظيم جدا إن تغانمناه وإن تداركناه، وما فاتنا شيء كبير جدا. نسأل الله عز وجل أن يجبر المصاب وأن يسد الخلل. ما تكرمتم به من الكلام عن زكاة الفطر، وتسمى زكاة الفطرة أي الخلقة، وتذم أيضا زكاة البدن، شرعت في الشريعة المطهرة لأداء شكر لله عز وجل على نعمة هذا البدن الذي أوصله الله عز وجل إلى شهر رمضان، وبلغه أيضا جزءا من شوال، فهي لا تجب إلا على من أدرك جزء من رمضان وجزءا من شوال. فتسمى زكاة الفطر أي أنها تأتي شيئا من وجوبها بإدراك جزء من وقت الفطر أي ليلة شوال، وتسمى زكاة الفطرة أي الخلقة، وتسمى كذلك زكاة البدن أي بدن الإنسان، فهي شكر لله عز وجل يقوم بها الإنسان. جاء في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض، فهي واجبة، فهي واجبة لا على كل من كان أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال وعنده فاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد وليلته، فيلزم عليه زكاة الفطر. أما عن حكمتها فتعدت الروايات عن حكمة زكاة الفطر، فهي لها حكم كثيرة. أما من جهة المعطي فهي أي أداء لشكر النعمة، وهي أيضا مواساة لإخوانه في يوم العيد الذي قد لا يقدرون على الاكتساب في أي يوم العيد،
وهي أيضا طهرة له، زكاة تزكية له، وبالخصوص تزكية لصيامه. جميل. فهي كما جاء في بعض الروايات طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي مما خاض فيه الإنسان من صيامه، يحتاج إلى أن ينقى حتى يصل الصيام كامل. وأيضا هي طهرة له من الرفث، رفث القول الذي قد يأتي مما يستقبح من الكلام ويستحى منه، تنطق به الصائم فتكون طهرة له. وهي للأشخاص الذين أكرمهم الله بالاستقامة وحفظهم الله عز وجل من العاصي ومن هذه الأشياء، ترقية لهم، ترقية لهم. جاء في بعض الآثار أن الصيام يكون معلقا بين السماء والأرض، سبحان الله، لا يقبل إلا عندما تؤدى زكاة زكاة الفطر. هذا بالنسبة للمعطي. أما بالنسبة للآخذ فهي عونا له ومواساة له وجبرا له، لأنه ربما يوم العيد لا يقدر على لم ما يكتسبه في قوت يوم العيد وليلته، إذا الناس يكون منشغلون عنه بشعائر العيد، وهو أيضا يحتاج إلى القوت ولا يجد حتى العمل الذي قد يكتسب منه قوته. وهذا يتناسب في أصل مشروعيته وسبب مشروعيته مع أن أصل الوضع القديم كان للناس أنه يكتسب قوته يومه، كل يوم يكتسب قوته يومه. ربما تغير حال الناس ولكن يبقى التشريع تشريع، وإن تغيرت أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم في شؤون الاكتسابات، ممكن يبقى التشريع، يبقى التشريع وتشريع. أما عن تلفت الناس لها في آخر رمضان وتذكيرا برمضان، فهي فعلا هي عند الشافعية تبدأ من أول يوم رمضان، لأنها ترتفق بسببين، إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. إذن فهي تبدأ بالسبب الأول، إدراك جزء من رمضان، فيمكن أن يخرجها الإنسان، ولكن كلما كانت مؤخرة يكون أفضل. وأفضلها طبعا وجوب، من حيث وجوبها تبدأ من إدراك أول جزء من ليلة العيد. فإذا أدرك الإنسان جزء من رمضان وجزء من أول ليلة عيد الفطر، هذا الذي وجبت عليه. ثم إذا أخرجها في ليلة العيد يكون شيئا طيبا، وأعظم من ذلك لو قدر أن يخرجها ما بين صلاة الفجر وقبل أن يخرج إلى المصلى لصلاة العيد، فهي أفضل للوجوب. عن جهة مقدارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير تخرج هذا المقدار صاع. تحويل الصاع طبعا الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا كانت اليد يد جيدة ومعتدلة 4 أحفان هكذا تطلع صاع، تطلع صاع كامل. تعديلها بالكيلوات اختلف المعاصرون اليوم في تحويل هذه المعايير القديمة إلى الكيلوات الموجودة اليوم، فأقل ما نقل أنها تعادل نحو 2.5 كيلو، وبعض العلماء يرون أنها تعادل 2.5 كيلو، وبعضهم يرى أنها تعادل 3 كيلو إلا ربع، يعني 2.75 كيلو، 3 كيلو إلا ربع، وهذا مقدار طيب. يكون الأصل الذي يخرجه الإنسان من 4 الأمداد الصاع هذا الواجب عليه، والباقي له من الله عز وجل، له من الله عز وجل. فيلزم الإنسان أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه، كل من تلزمه نفقته يلزمه أن يخرج ذلك عنه. مما ينبغي التنبه له أمور، من أبرزها أنه ينبغي أن تكون إخراج زكاة الفطر من البر أو الأرز، لأنه القوت المعتاد الآن، والبر والرز هو القوت الذي لا يرده أحد. قد يكون البر يحتاج إلى معاملات أخرى، لا يجوز أن تخرج دقيق، ولا يجوز أن تخرج مطبوخ طعام مطبوخ، وندع التفكيرات التي نفكرها، هذه شؤون عبادات علينا أن نقوم بها كما أمرنا، هذا الأصل. هذا أمر ننبه له. الأمر الثاني وهو إخراجها قيمة، إخراجها قيمة. جمهور العلماء لا يرون ذلك ولا يرون أنها جائزة ولا أنها تقع الموقع. والإنسان إذا رأى في عقليته أنه الفقير بحاجة إلى المال لا بحاجة إلى الطعام، نقول له اخرج مالا أعطيه صدقة من عندك، وهذه العبادة اخرجها على معتمد الجمهور. فالإنسان إذا خرجها من بر أو من أرز، هذا باتفاق الجميع زكاة فطره صحيحة. أما إذا أخرجها من القيمة
فهي رأي في مذهب السادة الأحناف وقول لبعض السلف الصالح رضوان الله عنهم أجمعين، وجمهور العلماء لا يرون أنها تجزئ، يرون أنها تجزئ. أمر آخر ننبه له يقع فيه كثير من المعطين، وهو أنه يرى أنه ما دام أنه يستلم لا يمكن أن يخرج. صحيح. ما دام أنه يستلم لا يمكن أن يخرج، فتقول له عليك زكاة الفطر، يقول لك يا أخي أنا أستلم الزكاة كيف أخرج؟ العلماء قالوا لو اغتنى الإنسان، لو اغتنى الإنسان يعني بحيث ملك زائد عن قوته، وقلت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته بما أعطي من زكوات الناس، يلزمه هو أن يخرج زكاة الفطر. عجيب. يلزمه هو أن يخرج زكاة الفطر. فهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس، كما أن من الأخطاء الشائعة كانت قديما في عدد من البلدان، وهي أن تجعل زكاة الفطر مواساة للرحم. صحيح. أو الجوار. وهذا السؤال كان في لساني. هذا خطأ. هذا خطأ، كما قال لي بعض الأخيار، قال ما هي إلا كيس نضع وكيس نخرج. نفس ما يرى. لا يا أخي، زكاة الفطر لا تنصرف إلا لمن يستحق الزكاة من الأصناف الثمانية، وغالبهم بيكون الفقراء والمساكين والمديونين، هؤلاء هم الذين يستحقون زكاة الفطر. هذه من الأخطاء الشائعة، فيجب علينا أن نتنبه من ذلك. نخرج في فاصل بعد إن شاء الله نواصل. أعزائي المشاهدين، أذهب وإياكم في هذا الفاصل، وبعده نواصل الحديث في برنامج زدني علما، انتظرونا بعد الفاصل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه ابن ماجه. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة المباشرة من برنامج زدني علما، وأستقبل في هذه الفقرة من البرنامج أسئلتكم واتصالاتكم عبر هواتف البرنامج وأيضا عبر تطبيق الواتساب والعنوان ينتظر أمامكم تباعا أسفل الشاشة. ولعلي أبدأ الأسئلة التي ترد إلى البرنامج بسؤال الأخت أمة الله من السودان، تقول في سؤالها إذا كانت المرأة حائضة في العشر الأواخر، تقول ممكن تقوم الليل بالأذكار والدعاء، يجوز لها ذلك؟ بل هو الأفضل، بل هو المطلوب منها أن تحيي ليلها بكثرة الذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالقيام بالأعمال الصالحة. إذا كانت متزوجة بحسن الخدمة لزوجها وحسن التبعل لزوجها، فإنها تعدل الأذكار والصلاة وكثير من الخيرات. وكذلك إذا كان لها والدين تقوم ببر الوالدين، إذا كان عندها أولاد تقوم بإحسان الأولاد، لو حتى تقوم كذلك بطهي الطعام والسحور، فهذه كلها من العبادات. جميل. التي تقوم بها المرأة. لو كان عندها معاق في البيت تقوم بحسن خدمته، فتعمر الليل بالذكر وبالخدمة وبكذا بالنوايا الصالحة، وإن شاء الله لها قيام ليل بل مثل حسن التبعل لزوجها، هذا قد يعدل قيام ليل الذين يقومون بالفعل يعني. الله سبحانه. الله. الأخت استقبل اتصال من أختي أم محمد من اليمن. أم محمد، أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضلي. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، مشكورين، الله يبارك فيكم في القناة وبالقامين عليها. تفضلي. ممكن أسأل؟ لا تفضلي، نسمعك. أيوة. الحين بالنسبة لزكاة الفطر. ألو، تفضلي كملي ما أسمعك. أيوة. بالنسبة لزكاة الفطر. نعم. يعني العائلة كلها يعني. إذا قدهم بيخرجون لازم يعني
الحريم يعني وكلن. نعم. يعني وكلن حد ولا خلاص يعني خلاص معروف يعني إنه خلاص يعني إخوانهن ولا هو أبوهن ولا شيء خلاص معاد يعني. نعم. يعني يقول لهم وكلتكم يعني. نعم نعم. فهمت السؤال. واضح سؤالك نعم. مشكورين. أهلا وسهلا أختي أم محمد. سؤالها متعلق بزكاة الفطر، تقول النساء في البيوت هل يلزمها أن توكل يعني إذا كانت مثلا متزوجة زوجها وكانت ليست لها زوج والدها أو أخوها في إخراج زكاة الفطر عنها؟ مسألة التوكيل ومن يخرج في البيوت هذه من المسائل المشتشكلة التي قد تختلط على الناس. أولا ألخص السؤال للأخت ثم أعطي بعض التنبيهات. بالنسبة للمرأة إذا كانت أم ولا تملك شيئا فالأصل أن زكاة فطرها على أولادها، والولد الذي عليه زكاة فطرته زكاة فطرة أمه فهو يخرجها حقه وحق أمه وهو الذي ينوي لأنه عليه. بالنسبة للمرأة إذا كانت متزوجة وغير ناشزة فزكاة فطرتها على زوجها فهو الذي يخرج زكاة فطرته وفطرة زوجته، ما تحتاج توكله بالنسبة للأم التي تمتلك مال أو الأخوات في الـ في الـ في الأخوات الأخوات في المنزل ونحو ذلك فبالنسبة لكل واحد هو عليه زكاة فطرته. معروف أن الذي يدر للعائلة الأخ الأكبر أو الإخوان أو ذا يتساعدون، لكن زكاة الفطر هذه عبادة مستقلة، هي عندها مال تخرج زكاة فطرتها، ما عندها مال الأخت ما على حد شيء. الأفضل لنا في بيوتنا أن نأخذ الزكاة لكل مرأة بالغة ونسلمها إياها نملكها إياها. جميل. إنوي أنت، لعل الزوجة في تلك في ذلك اليوم ما يعني ما أحسنت للزوج، نشزت، أساءت إليه فسقطت نفقتها وسقطت فقرتها، لعل الأم عندها مال من ذهب أو ثياب أو نحو ذلك. الأفضل لنا في شأن النساء في البيوت أن نعطي كل واحدة مقدار فطرتها ونقول لها انوي، ما دامت بالغة عاقلة تعرف تنوي، نويت زكاة الفطرة فطرة بدني الواجبة علي في هذه السنة لله تعالى، اللهم تقبلها مني. هذا أفضل شيء، هذا الأفضل. من حيث قيامها بالتوكيل، هو توكيل حق سنة واحدة يكفي، لو أن أخت أخبرت إخوانها وقالت اخرجوا زكاة الفطرة عني جزاكم الله خير، ولو مرة في حياتها قالت خلاص هذه وكالة ما لم تلغيها إذا لم يحصل توكيل لفظي بأي حال من الأحوال فهذه زكاة فضولي. المقرر في مذهب الشافعي عندنا أنها لا تجزئ ولا تقع، لا تقع. ومرة من المرات ذكرت هذا لبعض لبعض الشيابة في مسجد أثناء الحلقة، فقال لي يعني أولادي البالغين الذين يدرسون في المدارس وبناتي البالغات يعني مش أنا أخرج زكاة الفطرة عنهم؟ قلت له لا، هم بالغون وهم يخرجون، عندهم شيء يخرجون، ما عندهم شيء ما عندك مشكلة، ما في مشكلة. قال لي يعني هذا أنا بغيت نكبر كورهم أعطيهم كل واحد حق زكاة؟ قلت له أفضل تعطي كل واحد منهم زكاة الفطر، خلوه ينوي، هو دعه هو الذي ينوي لأن زكاة الفطر عليه هو، أنت ما تلزمك نفقته، إنما أنت تنفق على ابنك الكبير وعلى بنتك البالغة وابنك البالغ تنفق عليهم كرما وإحسانا جزاك الله خير. قال روح هذا الكلام ما حد يجيب. قلنا له على كل حال أنت اختلط عليك الأمر الاجتماعي الإيماني عندك بالأمر الشرعي، هذه زكاة الفطر أمر شرعي. فعلى من يقول بأن الفضولي إذا أخرج الزكاة، يعني أنت جيت أخرج زكاتي تعتبر في الشرع أنت فضولي تخرج زكاتي أنا ما أذنت لك ولا. فمن العلماء من يقول مباشرة إذا أنا وافقتك خلاص تمام تقع هذه، وإذا لم أوافقك فهي صدقة بالنسبة لك وتبقى الزكاة في ذمتي. وهذا المقرر في المذهب الإمام الشافعي. فالأفضل للبالغين من الأولاد والبنات أن نسلم كل واحد حقه إلى عنده وننتظر، أو نقول أعطينا وكالة وليست الوكالة وكلتك أن تخرج عني، لا ما تحتاج، خرجوا عني زكاة الفطر جزاكم الله خير تعتبر وكالة وانتهت القضية، يعني لا تحتاج إلى تكلف في اللفظ. والله أعلم. أعود إلى أسئلة الأخوة المتابعين في الواتساب. يقول صالح علوي بفقيه من كينيا أيضا متعلق بالزكاة، يقول هل ممكن أن أرسل الزكاة إلى بلد آخر عن طريق الحوالة أو طريق بنك كأنها زكاة مال هنا؟ يقصد نعم كأنها هكذا.
أولا تحتاج إلى أن تقلد العلماء القائلين بجواز نقل الزكاة عندما تريد أن تفعل ذلك. فإن المقرر في مذهب الإمام الشافعي أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء البلد، وقد لمح إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وأهل كل بلد من فقرائها هم المتشوفون إلى مواساة الأغنياء. فإذا كان الأغنياء الفقراء موجودون عندهم ثم يأتي الأغنياء فيذهبون بزكاتهم يمينا وشمالا خارج البلدان يواسون بها الآخرين ويتركون فقراءهم، فهذا أمر ليس جيد. الأقربون أولى بالمعروف كما يقول المثل. فإذا أراد أن يقلد القائلين بجواز نقل الزكاة فلا بأس أن ينقل الزكاة. تبقى بعد ذلك الحوالة البريدية الذي يحولها، إذا حول بطريق شرعية كأن حول مثال الزكاة وجبت عليه بمبلغ معين ثم حول ذلك المبلغ واستلمه وكيله في البلاد ثم قسمه فلا شيء عليه على القول بجواز النقل إن شاء الله يكون. وأستقبل اتصال من أخي صالح يوسف من السودان. أستاذ صالح، أخي صالح، أستاذ صالح، السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل أخي صالح. مرحبا. تفضل نسمعك أخي صالح. الله يسلمك. أولا 101. بسأل عن إذا كان الواحد جاب له ولد أو بنتين. كويس. أخي صالح ممكن ترفع صوت قليل حتى نسمعك بشكل جيد. الولد المولود بالزنا. أنا بقول إذا الواحد والده ولد بالزنا. نعم. هل يجوز إنه يجوز إخراج الفطرة عن أبوي عن أبوه؟ إخراج الفطرة عن أبوه أو عنه. طيب. أخي صالح أتمنى تسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. أيوة ومن الاثنين. أها طيب تفضل. كويس كلام جميل جدا. تفضل. من الاثنين. أها. من الاثنين بنسأل عن زكاة الفطر دي ذاتها. إذا كان هل أنت مستقي و جيرانا من غير مستقيم يجوز أن تجد أهلك في جهة ثانية مستقيمين أو ما مستقيمين ولا حول الجيرانا؟ أخي صالح الثاني. ممكن تعيد السؤال؟ السؤال الأول يمكن بلاي ما بيقلت وهذا فضل كده، يعني إذا كان الواحد ورده جانا بالزنا والجانا ما شاء الله بيقى كبير وحصل فترة الزكاة الفطري هل يجوز يطلعوا له ولا ما يجوز؟ والسؤال الثاني ممكن تعيده أخي صالح؟ السؤال الثاني إذا كان أنا مثلاً حالة كويسة وعايز أخرج زكاة الفطر. نعم. وجيراني مثلاً الحالة بتاعتهم تعبانة الجيران. نعم. وفي مدينة ثانية الأسرة بتاعتي حالتها تعبانة، هل يجوز الجيران هنا ولا أم يجوز الأسرة بتاعتي في المدينة الثانية؟ طيب. نعم. ونتمنى ربنا يوفقه. جزاكم الله خير. صالح أخي صالح من السودان يقول في السؤال الأول المولود بالزنا صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر وأصبح كبير هل ممكن أن يخرج أن تخرج عنه الزكاة، وهل هو أن يخرج الزكاة عن أبيه كذلك الذي كان منه ابن الزنا؟ الحمد لله، نسأل الله أن يحفظ المسلمين جميعا ظاهرا وباطنا من جميع المعاصي ما ظهر منها وما بطن. المولود بالزنا لا نسبة له إلا بأمه فقط، أما من خرج من مائه فماؤه غير محترم ولا ينسب إليه ولا يجب عليه زكاة فطرته ولا يجب عليه أن ينفق عليه. هكذا حكم الشرعي تشنيعا لهذه الفعلة حتى يرتدع الناس ولا يقعوا فيها. فبالنسبة له من صغره هو يلزمه زكاة الفطر، وتكون زكاة الفطر على أمه لأن الواجب النفقة الآن تصير على أمه، فأمه هي التي يلزمها نفقته فتخرج زكاة الفطر عنه.
وإذا كبر وصار بالغا يخرج زكاة الفطر عن نفسه. أمه هذه إذا كانت فقيرة وما محتاجة يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أمه لأنه أيضا يلزمه نفقته. أما الرجل الذي جاء من مائه هذا المولود فلا صلة له بالمولود قط، لا صلة له شرعية قط، لا من أبوة لا إرث لا صهارة لا نفقة لا فطرة لا صلة له بهذا المولود أبدا، هو عبارة عن ما أخرجه بالحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى وأخطأ فيه. هذا الخلاصة في الأمر. عن سؤاله، سؤاله الثاني، السؤال الثاني لعلك سمعته شيخي يقول أنه هو حاله جيدة ويريد أن يخرج زكاة الفطر والجيران حالتهم يعني تعبان أو في حاجة، ويقول أن أيضا لديه أسرة في منطقة أخرى أيضا حالتهم، فمن أولى بالزكاة في هذه الحالة؟ الأصل كما ذكرنا المقرر في المذهب الشافعي والأخ من السودان في الحلقات عندنا في زيدني علم ما شاء الله أحبابنا في السودان لهم مشاركة طيبة فيها، فعندهم عندنا بالنسبة للمذهب الشافعي أن المنطقة إذا كانت بلدا آخر لا، الأصل واجب في منطقتك وإعطائها لجيرانك الجار أولى من أولى الجار، لأن عبارة عن صدقة وعن حسن جوار، عن حسن جوار. وقد تتكافأ إذا أراد أن يقلد القائلين بجواز نقل له نقل الزكاة تتكافأ إذا كان الجيران الذي الأسرة البعيدة أحوج، فعندنا جوار وقرابة مع الصدقة كلاهم تكافأوا الآن، الحاجة قد تتكافأ أيضا زيادة، وإلا فالجيران أولى وأقرب. نعم جزاكم الله خير. وأختم بسؤال أخي منذر الخيرات من دمشق يقول في سؤاله ما حكم الشرع حكم الشارع في من صلى خلف إمام يطيل دعاء القنوت بحيث يجعل من الركن القصير طويل، حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ الحمد لله المقرر عندنا أن الركن الذي فيه القنوت لا يصير قصيرا، هو قصير في الأصل، الاعتدال قصير في الأصل، لكن إذا جاء وقت القنوت في القنوت كما في قنوت الصبح ونحو قنوت الوتر هذا لا يصير قصير، لا يصير قصير، بل هو يصير من الأركان الطويلة. التطويل الذي يعتاده الناس في الدعاء ينبغي أن يرفقوا فيه بمن حواليهم، فإن كان الذين حواليهم إن لم يكن المعظم إن لم يكن الكل هم أقوياء ويحبون هذا فلا بأس، وإذا كان هذا لا يميلون إليه أو المساجد مطروق يطرقها يكثر طارقها فالأولى للإنسان الاقتصار على ما ورد من قنوت سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب الذي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو يدعو دعوات ثم يختصر، هذا الأفضل حتى لا ينفر الناس من ويكون الدعاء برغبة وليس تكلف ولا تكلف ولا نتمنى أن يصير الواحد يقول آمين وهو والإمام يدعو ويتمنى أن الإمام خلاص يسكت معه يرفع شيء دعوات إلى الله، يعني ينبغي يعني أن نراعي حال الناس. يقول أيضا ما حكم قراءة الإمام من الجوال في صلاة الترويح؟ لا إشكال فيها، نفس سيأتي نفس كأنها قراءة من له من المصحف. طبعا أكتفي بهذا القدر من أسئلة، وقت الحلقة داهمنا. شيخ عمر جزاكم الله خير على حضوركم وتكرمكم الدائم معنا في هذه الحلقة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتكم. آمين اللهم آمين، يقبلنا الله على ما فينا. آمين اللهم آمين. أعزائي المشاهدين وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج زدني علما، في ختامها أشكر شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يزيده من علمه وفضله، والشكر أيضا موصول لإخواني طاقم العمل المرافق معي في حلقات هذا البرنامج، وأيضا الشكر لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب وحسن وكرم المتابعة، وإلى أن نلتقيكم في حلقات الأسبوع القادم الأسبوع الأخير من شهر رمضان، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.